من عدة مدن في الشرق الليبي جاءوا إلى مدينة بنغازي وتجمعوا بمقر نادي الأهلي في منطقة جارينوس، بعضهم ينتظر الدورة وبعضهم ببنادقهم يتتبعون الصحون الطائرة ويقتنصونها في الهواء لجمع نقاط تؤهلهم للفوز بالترتيب الأولى في النسخة الثانية من بطولة عبد الفتاح يونس للرماية بالخرطوش. وإن شاء الله تكون فتحة خير للعبة هذه، لأن ما كانش لها اهتمام من الدولة الحق وما كانش لها اهتمام لا من أي وزارة ولا شيء، لكن اليوم يعني لمسنا اهتمام كبير بالصفة الأولى من القوات المسلحة والصفة الثانية إن شاء الله من هيئة الشباب والرياضة، نشكرهم حتى هم ونشكر نادي بنغازي وإدارته واللجنة المنظمة على اهتمامهم، ونشكر نادي طبرق للرماية لتلبية الدعوة. قرابة 40 لاعبا شاركوا في منافسات البطولة وثلاثة فقط فازوا بالترتيب الأولى التي جاء فيها نجيب حمد من بنغازي أولا وطه الهين من بنغازي بالمركز الثاني، فيما حل فرج عنكوش من طبرق في الترتيب الثالث. نادي بنغازي للرماية بتنظيم هذه البطولة، بطولة عبد الفتاح يونس الثانية بمشاركة مع الاتحاد الرياضي العسكري، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه البطولة، ونشكر الاتحاد الفرعي للغوص والسباحة اللي ساهم معنا في تنسيق هذه البطولة. البطولة انتهت ونال الفائزون الثلاثة كؤوسهم وتمت تهنئتهم من الحاضرين على تفوقهم.